بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مغاربه مقيمين في دوله قطر، هذه بلادنا الثانيه، وتنتمناو من اعماق القلب ديالنا اليوم يفرحنا المنتخب المغربي لما لا ب 4-0 على نظيره السعودي، ولما لا نوصلوا حتى الفينال. ففريمون المنتخب المغربي يستحق، وحنا شفنا بزاف ديال التطورات، بزاف ديال المجهودات، وتنبغي نقول فيف لو ماروك. انا توقعت ان شاء الله 6-0 لما لا، ان شاء الله يا ربي يا ربي توفق جميع المنتخبات العربيه، وان شاء الله ان شاء الله يكون الكاس العرب مناسب للمغرب وفيفا ماروكو ماروكو ماروكو. اكيد اكيد المنتخب المغربي كيستاهل انه يدي لما لا الكاس العرب، لانه الصراحه كيستاهل انه يدي هذا اللقب. وان شاء الله اليوم جينا اكيد باغيين نربحو، ما جيناش وما، وان شاء الله المنتخب المغربي ما يخيبناش ظننا. وفيف لو ماروك. النتيجه ان شاء الله مربوحه كما الماتش الاول كما الماتش الثاني، وهذا ماتش عندنا يعني ان شاء الله المنتخب غيلعب يعني بروح رياضيه وما عندهمش ضغط ديال التاهل للدور الجاي. والحمد لله ان شاء الله نستمتعوا اليوم، يعني يكون ماتش متعه ونشوفوا اهداف ان شاء الله. وحنا دائما مساندين المنتخب المغربي والفينال ان شاء الله والكاس ان شاء الله ديالنا. شكون كتشجع اليوم؟ قولوا المغرب. المغرب. ماروك. المغرب في الكولا. اوكي ياسمينة. ان شاء الله غادي نربحوا. شحال؟ أربعة وثاني. ان شاء الله. السلام عليكم. بالنسبة للمباراة اليوم، مباراة غتكون قوية، مع العلم أننا خلاص خلصنا من المجموعة هذه ومشينا للربع النهائي، لكن إن شاء الله نتمنى ونستمتعوا بالكرة وما نتيقوش في نفسنا، ما نتيقوش نفسنا كثير، لأنه باقي لنا مباراة صعبة. وان شاء الله مربوحه 3-0 ان شاء الله. لعابه تبارك الله كاملين من الغارديان حتى التسعود ازارو، وتبارك الله الدراري واقفين. وانا ما كنضربش دابا الهم الربع ولا الفينال، تنضربنيش فين الفينال، واللي شافها فوق عليه تقلا كيقولوا، وان شاء الله الكاس هذا ديالنا بحول الله يا ربي. اخو بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله المنتخب المقابلات اللي فاتوا تبارك الله لعبوا مزيان وفرحونا وفرحونا كل فرحونا بزاف بزاف، وامنا فيهم. واللعابه ما شاء الله كيلعبوا كلهم صراحه، من الجول حتى الهجوم كلهم مزيانين تبارك الله، والله يبعد عليهم العين ان شاء الله ونديو الكاس ان شاء الله ويرجعوا فرحانين ان شاء الله كنا ان شاء الله.